السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة، ويبعد عنكم الأمراض ومشاكل كورونا اللي زادت في سويسرا الأيام دي أو في أوروبا كمان، بالذات في الجو البارد. ربنا يستر على الجميع. لكن النهاردة موضوعنا عن موضوع مهم جدا، بتسأل كتير عن موضوع الولادة في سويسرا. طبعا الولادة في سويسرا مش محتاجة طبعا ان انا اتكلم عليها، لان معروفة يعني المستشفيات هنا في سويسرا على مستوى عالي جدا من الخدمات والنظافة والاهتمام، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مرتين طبعا مع اولادي شفتهم طبعا، وزمان كان عاملين حاجة جديدة على ايام ساره، دي ساره 23 بنات الصحه، يعني من 24 سنه كان بيولدوا الحريم في بانيو كده مليان ميه، بيساعد على تخفيف الالام على السيدات. طبعا قبل الولاده طبعا دي بيبقى فيه مقابلات كتير هنا وتدريبات وكده، ازاي احنا كرجاله مثلا نساعد الحريم مثلا لما بيحصل حاجه. يعني انا مثلا عن نفسي رحت 3 مرات المستشفى ورجعوني تاني، مع المره الرابعه قالوا لي خليكي. فالولاده في سويسرا بالنسبه للست بتبقى الخدمه عاليه جدا. لكن السؤال اللي بيتسال كتير على القناه، هل انا لو اجنبيه وجايه زياره سويسرا مثلا وانا حامل وهولد في سويسرا، هل الطفل هياخد الباسبور السويسري وانتي غير مقيمة في سويسرا؟ طبعا السؤال ده بيتسأل كتير، لكن هو بكل صراحة طبعا لا، مفيش جواز سويسري هنا بيتاخد للطفل للي ابوه او امه اجانب. الباسبور السويسري في حالة الولادة لازم يكون الطرفين او حد من الطرفين، الاب او الام، سويسري او سويسري. انا مثلا عن نفسي، انا اكلمكم عن نفسي، انا لما جيت وساره اتولدت انا كان ليا 3 سنين في سويسرا، يعني كان معايا الاقامه بي، ما كانش كمان معايا اللي هي الجرين كارت، لا الاقامه البي دي بتتجدد كل سنه. فانا مراتي سويسري، فبنتي بقت سويسريه قبلي ب3 سنين، انا خدت الجنسيه بعد 6 سنين كده. الموضوع بقى سهل، إذا الأم سويسرية أو الأب سويسري فالطفل المولود على الأراضي السويسرية بياخد الجنسية السويسرية. لو الاتنين أجانب، يعني مثلا هنقول مثلا واحد مصري متجوز واحدة هنا عايشين، والاتنين عايشين في سويسرا، وواحد متجوز واحدة من التشيك أو واحدة من، خلينا في التشيك، فالطفل هياخد الجنسية المصرية زائد جنسية والدته الجنسية التشيكية. يعني الطفل اللي هيتولد في سويسرا ممكن بعد كام سنة يبقى معاه 3 جنسيات، الجنسية بتاعت الوالد وجنسية الوالدة لو الاتنين مش مجنسين، وبعد فترة ممكن يتجنسوا سليم. كل محافظة هنا بيبقى ليها عدد معين من السنين، من 10 ل 12 سنة عشان تاخد الجنسية إذا كنت مولود هنا أو مقيم هنا ليك فترة، ويبقى الطفل معاه 3 جنسيات. لكن دلوقتي في حالات كتير، مثلا في زيادة حالات اللجوء مثلا في كل أوروبا، وجات مثلا واحدة خلفت أبوه مثلا من أفغانستان وأمه من أفغانستان، فهياخد إقامة في سويسرا، هياخد إقامة لجوء سياسي في سويسرا، مش هياخد الجنسية السويسرية. الجنسية السويسرية عشان بكل سهولة كده عشان تيجي للولاده. طبعا الولاده بيبقى ليها نظام هنا، هو الأربعين اسبوع بتاع الولاده دول هم بيطلبوا ان الست طبعا بيبقى فيها كونتاكت معاهم، وتيجي على الاسبوع 36، هتقعد الشهر. طبعا الشهر ده مكلف جدا، والولاده بتكلف من 7 إلى 10 آلاف فرنك، زي الدولار، يعني الفرنك زي الدولار. لما اقول 7 آلاف مثلا ل10 يعتبرها 7 آلاف دولار لحد 10 آلاف دولار، دي الولادة. والفترة اللي انت في المستشفى ممكن بتقعد اسبوع، ممكن تقعد اكتر، ممكن تقعد اقل.
لكن في الشهر ده بيبقى فيه اتصالات مع الدكتور واستشارات وزيارات وكده وتحليلات وكده، فطبعا هيكلف كتير جدا. نفس التكلفة دي ما دام ما هتيجي سويسرا، وسويسرا مش هتديك الباسبور السويسري عشان ابنك اتولد هنا مثلا، روح امريكا. امريكا فيها القانون بيسمح بكده، ان في حالة ان الطفل مولود حتى لو اتنين اجانب يعني بيتقدموا على الورق بعد الولادة وكده. بس طبعا في حاجات كتير هنا حصلت او انا شفتها على النت وشفتها في الجرايد، ان في شركات طيران بتمنع السيدات ان هي تطير بعد الاسبوع بعد الشهر السادس، عشان هم عرفوا الموضوع ده ان الناس بتيجي تولد هنا عشان الجنسيه وكده. فلازم يكون معاكي استشاره من الطبيب او جواب من الطبيب ان هو بيقول ان انت مسموح ليك ان انت تطيري بعد الاسبوع 36 عشان ما يحصلش مضاعفات ليكي ولطفلك. طبعا اهم حاجه السلامه للطفل ولحضرتك. في امريكا طبعا في ناس سالوها في المطار، هل هتقعدي فين؟ مثلا عند اخويا، اتصلوا باخوها، هل عندك مكان؟ مش عارف ايه الفلوس مثلا. وردت لهم ان هي مثلا معاها مثلا 10,000 او 12,000 دولار، فبيسالوا في الحاجات دي في امريكا يعني. سليم. وطبعا الفيزا بتاعت امريكا اللي هي 5 سنين دي انت ممكن تطلع فيها في اي وقت يعني، لو فعلا نصيحه يعني ما تطلعوش يعني في الشهور. بس طبعا هي هتعيشي فين؟ يعني لازم تاجروا بيت وكده، هما مثلا 3 شهور او 4 شهور حسب ما الدكتور يقول لك اني شهر السفر فيه كويس. لكن في سويسرا عشان اجيب معاكم افهمكم المعلومه دي عشان ما حدش يعني يقول لكم ان سويسرا بتدي باسبورتات او بتدي باسبور او بتدي جنسيه للمولود، لا، في ناس هنا عايشين هنا مولودين هنا وبتكلموا زي السويسريين مولودين وعايشين، ما تعرفوهمش ان هم اجانب. سليم. من اليونان ومن ايطاليا ومن كل دول، ومحتفظين بالجنسيه بتاعتهم ومش عاوزين يغيروا، ومولودين هنا وعايشين ودخلوا وشغالين وكل حاجة، لكن ما بيدخلوش الجيش طبعا. يعني سويسرا هو نظامها كده، نظام القانون بتاعهم ما بيدوش الباسبور السويسري لأي أجنبي مولود على أرضه، لازم يكون الأب أو الأم سويسري، وزي ما قلت لكم حصلت معايا أنا. في حاجات تانية بتحصل، حاجات كده بتبقى إيه، حاجة كده بتبقى ماشية يعني تسهيل ربنا. مثلا زي صديق لي يعني مصري جه هنا تعرف على السويسريه، ما حصلش نصيب، بعد سنتين انفصلوا، حظه كويس اتعرف على واحده ايطاليه اتجوزته، كمل طبعا العيشه هنا. سليم. وبعد ما اتجوز دي وقدمه، وهي كمان ايطاليه ومعاها الباسبور السويسري، بعد فتره طبعا من الزواج بعد 7 8 سنين كده خد الباسبور السويسري والايطالي، يعني شوف النصيب. لكن ملاش دعوه بالولاده هنا او مش بالولاده هنا، القانون ده مش موجود في سويسرا، فما تخلوش حد يقول لكم ان سويسرا بتدي باسبور للطفل اللي بتولد على ارضها لاب او ام اجنبي، اللي هي بيسموها سياحه الولاده. واهم حاجه طبعا ربنا يتمم بخير، والولد او البنت يتولد بصحه وسلامه، والام تقوم بالسلامه، دي اهم حاجه. ويا رب اكون يعني ايه افدتكم في الحته دي بالذات، عشان اتسال ليا الموضوع ده كتير جدا. شكرا، سلام عليكم.